الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام التي تتوفر في مصر على الوجه الأمثل. شكري يجدد إدانة مصر للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ويؤكد أنها تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. صندوق النقد الدولي يحذر من تداعيات اقتصادية عالمية حال إخفاق الولايات المتحدة في سداد ديونها. الواحدة بعد منتصف الليلة العاشرة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بحضراتكم، نبدأها مع الزميلة جاكلين ماهر. إليك جاكلين. شكرا محمد، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. والبداية، حيث استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين جهود تنمية وتطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس وجه باستمرار العمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية. وخلال اجتماعه مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وجه الرئيس السيسي بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، بهدف تعزيز استمرارية نجاح تلك المبادرات وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول عرض الجهود الجارية لتنمية وتطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية، لا سيما من خام التانتالوم الذي تتواجد احتياطيات منه في مصر، ويعد أحد العناصر النفيسة والنادرة التي تستخدم في العديد من الصناعات المتطورة مثل مكونات الطائرات والدوائر الإلكترونية والكهربائية الدقيقة وأجهزة الهواتف والحواسب المحمولة، فضلاً عن تصنيع بعض المكونات الطبية كالشرائح التعويضية والمفاصل الصناعية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه باستمرار العمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام التي تتوفر في مصر على الوجه الأمثل، مشدداً على انتهاج أفضل أساليب الإدارة الحديثة والحوكمة والتقنيات التكنولوجية المتطورة على النحو الذي يعظم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية، ويسهم في تعزيز الخطة الصناعية للدولة والاقتصاد الوطني. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة والرعاية الطبية للمواطنين. وصرح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع على نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة، موجهاً في هذا الصدد بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، بهدف تعزيز استمرارية نجاح تلك المبادرات وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. كما عرض الدكتور محمد عوض تاج الدين أيضاً مستجدات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مع توضيح الخطوات القادمة والخطة الزمنية في هذا الشأن، حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في مراحل تطبيق المنظومة وصولاً للهدف المنشود بشمول جميع محافظات الجمهورية، وبحيث يتم توفير التغطية الصحية لكل المصريين بأعلى درجات الكفاءة والجودة. أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسسكو عن إطلاق عامها للشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشارت إيسسكو إلى أن الفعاليات ستتضمن تنفيذ عدد كبير من المبادرات والأنشطة على مدار عام كامل من تاريخ إطلاق عام إيسسكو للشباب رسميا في احتفالية دولية كبرى،
يتم تنظيمها بمصر قريبا، حيث سيركز برنامج العام على بناء قدرات الشباب في الدول الأعضاء بالمنظمة وتنمية مهاراتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة في كل دولة. وأعرب المدير العام للإسيسكو سالم بن محمد المالك عن الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لعام الإسيسكو للشباب، منوها بجهوده الدائمة لدعم الشباب في مصر والعالم وتمكينهم وصقل مهاراتهم. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع خروج شحنات الأدوية والمستلزمات التي تم التعاقد عليها من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد ووصلت بالفعل للموانئ المصرية. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، حيث استعرض الاجتماع خطوات دعم وتطوير الصناعة الوطنية في مجال الأجهزة الطبية وفق المعايير العالمية، وكذلك مراحل تنفيذ مشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، فضلا عن جهود العمل على توطين صناعة الأمصال واللقاحات، وكذلك التحضيرات الخاصة باستضافة القاهرة المعرض والمؤتمر الطبي أفريكا هيلث إكسون 2023 في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو القادم. تابع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تقريرا حول الإعلان عن إطلاق أسطول المكتبات المتنقلة الجديدة في عدد من المحافظات، وأفاد التقرير بأن هذا الحدث يأتي ضمن التوجه لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 والمهتمة ببناء الإنسان المصري ثقافيا ضمن محاور عمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، ويعد بمثابة بداية لرحلة تهدف إلى الوصول لكل محافظات مصر لتجوب كل مكتبة منها نجوعها ومراكزها وقراها. دقق النظر في هذه الملامح، وجوه بجمال المستقبل الذي تنتظره مصر وسيصنعه هؤلاء الصغار. يشاركون اليوم في عرس ثقافي يضمن عدالة توزيع الثقافة في ربوع مصر ويكافئ فرص الجميع في ذلك. المكتبات المتنقلة ضمن المكون الثقافي لمبادرة حياة كريمة وجهت لهذا الهدف. المكتبات دي معنية باستهداف قرى حياة كريمة بناء على توجهات السيد الرئيس، وهي هتبتدي تقدم أنشطة خاصة بأنشطة الحكي، أنشطة الاطلاع، تقديم بعض الدورات الخاصة بالتنمية البشرية، عرض بعض الأفلام العلمية، وتقديم أنشطة علمية خاصة بالجوانب العلمية اللي بيفتقدها الأطفال وبيحبوا أنهم يتعرفوا عليها. ليست مجرد عناوين كتب، لكنها مواد ثقافية متنوعة تضمن تشكيل الوعي اللازم لجيل مصر 2030 وما بعد ذلك. يتم تقديمها للمثقف بنفس طريقة المكتبات الثابتة، مكتبات مصر العامة الممثل الرئيسي لهذا النموذج. بدأنا نتوجه لفكرة إن في أماكن كتيرة إن كان في القاهرة أو في الأقاليم ما بنقدرش نروح لهم، فجت فكرة المكتبة المتنقلة، إن إحنا نعمل مكتبة متنقلة يبقى لها مواعيد شهرية في أماكن معينة إحنا بنخدمها. عاملين خريطة بالأماكن، إحنا بنتعاون مع الشباب والرياضة، مع المجتمعات العمرانية، مع النوادي الكبيرة، مع التربية والتعليم، مع جهات كتيرة جدا في الدولة. كان يا مكان، هذه العبارة التي التصقت في أذهاننا صغارا وفرت مكتبة مصر العامة حكاءة لهذا الجيل أيضا لغرس القيم في البراعم بطريقة كان يا مكان. احنا طبعا بنتحرك بالمكتبه، بيكون في نشاط حكي دايما مصاحب مع الانشطه، يعني علشان نحبب الاطفال اكتر في القراءه. يعني هو شايف الكتاب كتير قوي من الاطفال تمسك الكتاب وصور وخلاص، ويبقى فيه بقى حاله ملل بعدها. يعني لما بيسمعوا الحكايه بصوت حد تاني او حد بيعبر لهم اكتر بالصوت والاداء، بيحسوا قد ايه اللي ماسكينه ده ممكن يكون فيه معلومه مفيده. احنا النهارده في المركز خالص كف طفل، موجود معانا الأراجوز، وموجود معانا العرس المارونيت، وموجود معانا الكتب، وكذلك كل هيئات وزارة الثقافة مشاركة وكداعم
لافتتاح مكتبات القاهرة الكبرى. بعمل أنشطة كتيرة زي مثلا بلون وبنحكي زي قصة برقوقة، بتحكي مثلا برقوقة بتعمل حاجة غلط وميس نرمين بتقول لها هي عملت حاجة صح ولا غلط، مامتها ليها حق عملتها ولا لا. وبعد كده بنعمل نشاط فني اللي بنلون، مثلا بنلون جبس، بنعمل حاجة يعني مثلا زي دي. أكتر حاجة بحبها في المكتبة الفندق عشان احنا بنقعد نرسم ونعمل حاجات حلوة يعني بلون والميز بتحكي لنا قصص، في قصص بتعلمنا ما نكذبش وقصص بتعلمنا نبقى شاطرين وقصص كتير. كراسي مثبتة على الأرض وأرضية آمنة من الانزلاق، ثلاجة وخزانة كتب وغيرها. هذه الحافلات التي تخصص للمشروع كيف يتم تجهيزها في مدى زمن 15 يوماً؟ بتيجي العربية بدون كراسي، بدون أي تجهيزات خاصة يعني داخلية. فاحنا بنقوم بدورنا، بنعمل تأسيس كهرباء، بنعمل تأسيس الميديا الموجودة في العربية، بنعمل تأسيس البنشات اللي بنحط فيها الكتب، البنشات اللي الطفل أو القارئ يقعد وهو مرتاح، الكراسي، الأرضيات، الإيبوكسي وما شابه ذلك. بدأنا بأول عربية، نموذج ده من حوالي 4 سنين، فكان يعني العربية الأولى كانت نموذج مش له فكرة، فحاولنا نجتهد إزاي نوجد بنش، إزاي نوجد كرسي مريح، إزاي نحط كتب كلها بشكل إن يبقى القارئ ياخد الحاجة بسلاسة. كان يا مكان هذه المرة من المستقبل سيسرد يوما حكاية المكتبات المتنقلة بكل فخر. قرأ وكتب، نقش ورسم، سمع وروى، كل ما يخطر ببال المثقف الصغير تجده هنا في المكتبة المتنقلة. هي بحق أيقونة ثقافية متحركة. نجاة الجبالي، إكسترا نيوز. نظم المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الداخلية ورشة عمل تدريبية للكوادر الشرطية العربية حول الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة العربية وأثره في دعم الصورة الذهنية لرجال الشرطة، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية العربية عبر تقنية الفيديو كونفرنس. تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تحرص وزارة الداخلية على مشاركتها في كافة الفعاليات الأمنية العربية، بما يسهم في دعم منظومة العمل الأمني العربي المشترك لمكافحة الجريمة بشتى صورها. واستمراراً لهذه المشاركات، فقد نظم المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان بالقاهرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية المصرية ورشة عمل تدريبية للكوادر الشرطية العربية حول الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة العربية وأثره في دعم الصورة الذهنية لرجال الشرطة، بمشاركة عدد من ممثلي وزارات الداخلية العربية عبر تقنية الفيديو كونفرنس. شكراً على هذه المبادرة التي لها دور وبعد مهم جداً في إطار التوجهات الحديثة الأمنية العربية. كانت فرصة جداً جميلة أنه نسمعكم ونسمع تجاربكم. طبعاً أكيد الأمن الشامل من أجل تحقيقه يجب أن تكون هناك شراكة مجتمعية على مستوى الوطن. الورشة دي بتأتي استمرار للفعاليات اللي بينظمها المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب، في إطار الدور اللي بيطلع به المكتب في تنمية وفق مهارات الكوادر الشرطية العربية عن طريق تبادل الخبرات بين مختلف وزارات الداخلية العربية. أتوجه بالشكر إلى وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية على التعاون والتنسيق في إعداد ورشة العمل التي نحن بصددها، والتي تأتي في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ممثلة في المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان. استعرضت الورشة المبادرات الإنسانية والجهود التي تبذلها أجهزة الشرطة لخدمة المجتمع ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها التجربة المصرية الرائدة في إطلاق المبادرات الإنسانية والتي تطلقها الوزارة لخدمة المجتمع وتوفير احتياجاته الأساسية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتجسدت في توجيه قوافل طبية لهم وتنظيم زيارات ميدانية لدور الرعاية الاجتماعية في مختلف المناسبات ودعمهم ومساندتهم ماديا ومعنويا،
وفك كرب الغارمين والغارمات ودعم أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والمفرج عنهم. كذا تم استعراض التجربة المصرية في تحقيق التواصل الفاعل مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات والمساعدات للفئات الأكثر احتياجاً من خلال مبادرة طولنا واحد بمراحلها المختلفة. وأوصت الورشة في ختام فعالياتها بالعمل على تطوير وتحديث الآليات الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي للشرطة وتحقيق مزيد من التعاون مع منظمات المجتمع المدني لإطلاق مبادرات مجتمعية واعتماد واستحداث الإجراءات التي تسهم في تسهيل حصول المواطنين على خدمات شرطية بشكل متميز. تنطلق يوم الأحد القادم الجلسات النقاشية للحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي بمشاركة أطياف المجتمع كافة، وتعقد 4 جلسات لمناقشة قضايا المحور السياسي، تخصص جلستان منها لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخيرتان لمناقشة قضيتي القضاء على كل أشكال التمييز، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي. أعرب وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك في الإعلان المشترك الصادر في ختام الاجتماع الوزاري لمجموعة ميونخ حول عملية السلام في الشرق الأوسط ببرلين، حيث أجرى الوزراء مشاورات بشأن التدابير اللازمة لتحقيق سلام عادل ودائم، وحثوا على وقف إطلاق نار شامل وفوري لإطلاق النار. وشدد الإعلان المشترك على أنه يجب احترام القانون الدولي الإنساني، وكذلك على أن جميع أسباب التوتر ومسببات العنف يجب أن تنتهي، بما في ذلك الإجراءات الأحادية الجانب التي تقود قابلية حل الدولتين للحياة وأفق السلام العادل والدائم، موضحين أنهم سيواصلون العمل مع جميع الأطراف لخلق أفاق واقعية لاستئناف عملية سياسية ذات مصداقية. كما أكدوا أن تحقيق سلام عادل ودائم هو هدف استراتيجي يصب في مصلحة جميع الأطراف ومفتاح للأمن والاستقرار في المنطقة. جدد وزير الخارجية سامح شكري إدانة مصر العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي مؤتمر صحفي في أعقاب الاجتماع الوزاري لمجموعة ميونخ حول عملية السلام، حذر شكري من أن التصعيد الإسرائيلي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. إننا نطالب المجتمع الدولي الذي يقع على عاتقه أيضا مسؤولية سياسية وقانونية وإنسانية فيما آلت إليه الأوضاع الشعب الفلسطيني بأن يبدي ذات الحماسة والتصميم لمعالجة تلك القضية العادلة كما أبداها بالنسبة للأزمات القائمة الأخرى. ولعله من المناسب اليوم أن أكرر إدانة مصر للعمليات الأخيرة التي قامت بها إسرائيل في قطاع غزة والتي أدت إلى استشهاد أطفال ونساء، ونؤكد أن استمرار هذا السلوك إنما يهدد الأمن الإقليمي ويطيح بأمال التعايش والاستقرار في المنطقة ويقود إلى ردود فعل من التصعيد والدوائر المفرغة من العنف المتبادل. كما أكد شكري أن مصر تواصل جهودها من أجل استئناف العملية السياسية والتهدئة في الأراضي الفلسطينية، مشددا على ثوابت الموقف المصري القائم على ضرورة إحلال السلام الشامل والعادل والقائم على حل الدولتين. لقد مثل اجتماع مجموعة ميونخ فرصة لاستعراض الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية لتهدئة التوتر العسكري والميداني في الأراضي الفلسطينية وسبل العمل على تقريب وجهات النظر وفتح حوار مباشر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي كان آخرها الجهود التي بذلت في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ اللذين جمع كلا
من فلسطينيين والإسرائيليين على طاولة واحدة للمرة الأولى منذ عدة سنوات. وأؤكد أن الجهود المصرية المستمرة في هذا الصدد بما في ذلك في سياق الأحداث الأخيرة بقطاع غزة سواء مع طرف النزاع أو المجتمع الدولي من أجل التهدئة وسعيا لاستئناف العملية السياسية. بدوره شدد وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي على ضرورة إنهاء الاحتلال وكل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين، ودعا الصفدي إلى تحرك جماعي لوقف العدوان على غزة. ما يجري في غزة خطير، وهو انعكاس أو استمرار لحالة من التدهور الأمني مردها فقدان الأمل، مردها فقدان الثقة بجدوى العملية السلمية، مردها استمرار الإجراءات التي تقوض حل الدولتين وتقتل تاليا فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي أكدنا نحن العرب على أنه خيار استراتيجي لنا ومستمرون في العمل من أجله. نحتاج أن نتحرك جميعا لوقف الاعتداء الإسرائيلي على غزة ووقف العنف الذي سببه ذلك، استعادة الهدوء، ومن ثم إطلاق أفق سياسي يعيد إطلاق عملية سلمية جادة وفاعلة تأخذنا باتجاه تحقيق حل الدولتين. كما أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الفلسطينيين والإسرائيليين بحاجة إلى الاستقرار، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للاستقرار في المنطقة، كما شددت على دعم بلادها للجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. الجهود التي تقوم بها مصر لدعم الهدنة، ونحن نقوم بدعم هذه الهدنة بكل ما لدينا من إمكانيات، لأن لا نريد أن نحصد المزيد من الأرواح، فكلما مات شخص ليس هناك مكاسب ولكن خسائر فقط. يجب أن يتوقف هدر الدماء الآن، فإن الأيام الماضية أكدت لنا بشكل واضح فقدان الأمل هو أصعب شيء، لأن عندما يفقد الإنسان الأمل ليس هناك أمل في مستقبل أفضل، وليس هناك للأطفال أمل في الإحساس بالأمان. لذلك يجب إعطاء آفاق مستقبلية للفلسطينيين لكي يتسنى للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء العيش في أمن وسلام. وحتى وإن اختفت مسألة حل الدولتين من الساحة، ولكن لابد التأكيد مجددا على مدى أهمية حل الدولتين. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة جديدة من الغارات على عدة مناطق في قطاع غزة، وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 29، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 93. دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى هدنة فورية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأحث مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على وقف إطلاق نار فوري وشامل، داعيا إلى احترام القانون الدولي الإنساني. أحلى فرحة، فرحة فرحتها في حياتي. احنا بنشعر بالفخر كل ما نروح اي حته في العالم، بنشعر بالفخر ان احنا مصريين. كنا واثقين في القياده السياسيه وعارفين ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي حافظ على اولاده، حافظ على ابنائه، بيروح يجيبهم من ارض النار. الحمد لله رب العالمين، احنا ما كناش متخيلين ان الطيران هيقدر يجي لنا في الحته دي. انا واثق ان انا ورايا مؤسسات قويه جدا هي اللي جابتني هنا. بلد الزمان ما قدرش ياخد من شبابها، بلد اللي كل الدنيا دي بتعمل حسابها. قول لي ربنا يخليك ويطول عمرك ودايما متواضع ودايما تشوف الغلبان قبل الغنيان. البلد اللي فيها قائد وجيش يطمن اهلها ويعيش. حضن الغريب وقت التعب، بلد اللي فتحة للعرب والدنيا بابها.
يواصل معبر أرقين استقبال المواطنين ورعايا الدول الأخرى القادمين من السودان، واستقبل المعبر العديد من المواطنين التابعين لعدة دول في ظل استمرار الاستعداد المصري المكثف وتكثيف وجود الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري والإسعاف. ويواصل معبر قسطل البري استقبال الوافدين من الأراضي السودانية إلى الأراضي المصرية على مدار الساعة، ويشهد المعبر زيادة في عدد الخدمات المقدمة سواء الطبية أو الإنسانية، بالإضافة إلى وجود مبادرات وقوافل مصرية تابعة لمؤسسات مختلفة تقدم الدعم للنازحين على المستويين الصحي والغذائي. أكدت محافظة أسوان توفير كل التسهيلات لإتاحة المجال أمام جمعية الهلال الأحمر لأداء دورها الحيوي بالمعابر البرية بأرقين وقسطل، وأيضا الموقف الدولي البري بكركر. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كل الخدمات للقادمين من السودان الشقيق، حيث تقوم فرق الدعم من الهلال الأحمر بتقديم كل المساعدات الطبية والدعم النفسي والإيواء، بالإضافة إلى الخدمات الإنسانية والمجتمعية واللوجستية، خاصة تسهيل التنقلات والحركة للوافدين من الإخوة السودانيين والجنسيات الأخرى، لا سيما للأطفال وكبار السن، للوصول إلى المقاصد المطلوبة لهم سواء للقاهرة أو المحافظات الأخرى. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، تواصل الأجهزة المعنية في الدولة تقديم جميع الخدمات للوافدين من السودان، ويشهد موقف كركر الدولي في محافظة أسوان استنفارا كبيرا لتقديم الدعم خاصة في القطاع الطبي. في قلب موقف كركر الدولي تسخر الإمكانات وتذلل العقبات، عيادات متنقلة وأطقم طبية مدربة اجتمعوا هنا من أجل دعم الأشقاء السودانيين ومداواتهم. بيتم الكشف على كل القادمين من السودان، وبيتم فحصهم جميعا، وبيتم فحص للحالات الأمراض المزمنة، وكمان بيتم ترصد الأمراض والأوبئة، ولو في أي حاجة بنحولها لأقرب مستشفى تابعة لينا. كمان بيتم تطعيم، هناك كثير من التطعيمات زي تطعيم شلل الأطفال وتطعيم الحصبة. قسوة الأوضاع في السودان ومشقة الترحال إلى أسوان جعلت من موقف كركر الدولي محطة مهمة لالتقاط الأنفاس والحصول على قسط وفير من الرعاية الصحية والنفسية أيضا. هنا يعلمون الأطفال كيف يتمردون على واقع لم يألفوه من قبل، واقع فقدت فيه براءة طفولتهم وتوارت فيه الإنسانية خلف أصوات الرصاص. لعب ومرح وغناء بات دواء فعالا لتضميد جرح تغلغل بداخلهم وأبى أن يفارقهم. أنا هنا انبسطت كتير، ما كنت عارفة أنه هنا في حتات كده، هنا في كركر، لكن طلع أنه هنا في حتات جميلة، والحتات دي يعني أنت بتحسك، بتخليك تحس كأنك أنت في وطنك. يلا إن شاء الله يا رب الناس اللي في السودان إذا جيتوا هنا تعالوا هنا نادي الأسرة في كركر. إيه ده بحر كبير. مع بداية الأزمة انطلقت أنشطة نادي الأسرة، وهي مساحة صغيرة تتشارك فيها مؤسسات مصرية مع اليونيسيف. البرنامج يستهدف تفريغ الطاقات السلبية للأطفال وشحنهم بجرعات إيجابية علها تنسيهم ألم ماضيهم القريب. انا عايز اقول لحضرتك ان النادي ده اتعمل تقريبا في يوم واحد، يعني اول ما عرفنا ان في اطفال هيدخلوا المعبر بدانا نجهز التجهيزات بتاعه النادي. النادي ده بيسهم ان هو بيخرج الاطفال من حاله الاحباط والحزن، بيرفع عنهم من خلال ان هم بيعملوا انشطه في النادي وترفيه، وبيرسموا رسومات وبيغنوا اغاني. فرق كتير قوي مع الاطفال في النادي هنا، ان هو يعني في اطفال كانوا مرعوبين جدا وخايفين ان هم يتعاملوا مع اي حد، بعد ما بييجوا يقعدوا هنا لمده ساعه واحده بس، لان هو اصلا الاتوبيس بيجي ينزلهم ريست ساعه تقريبا او ساعتين ويمشوا بعد كده. في الفتره دي بيحصل تحول
فظيع للاطفال، يعني من الحزن والكآبة لان هم يبقوا مبسوطين وفرحانين. احنا طبعا في تعاون وثيق مع الحكومه المصريه مع مختلف الجهات على الارض، وبنقدم طبعا في تعاون وثيق ما بيننا وما بين وزاره الصحه والسكان، عاملين معاهم نادي الاسره في موقف الاتوبيس في كركر، بنقدم خدمات الدعم النفسي للاطفال، وبنقدم لهم العديد من الانشطه اللي بتساعدهم على تفريغ الضغط اللي هم مروا بيه على مدار رحلتهم من السودان الى مصر. اما هذا الركن فقد خصص لرسومات سطرتها انامل الاطفال السودانيين، فتاه ضلت طريقها وام ضاقت بها السبل، ومصر كانت الملتقى والمصير. كريم رجب، اكسترا نيوز، اسوان. صبرنا سنين وزاز عايشين برغم الخوف زي الجبال راكزين، وقفنا سوا جمعنا هوا وطن مزروع جوا القلب والعين. السودان بالنسبة لنا بتمثل أمن قوم مصر، واستقرارها أمر في منتهى الأهمية لنا. اندلعت اشتباكات في منطقة الخرطوم بحري بالعاصمة السودانية، وقام سلاح الجو السوداني بقصف أهداف للدعم السريع في شمالي الخرطوم بحري في اليوم 27 من الاشتباكات بين الطرفين. دعا الجيش السوداني المواطنين إلى عدم استخدام الدراجات البخارية مؤقتا لحين انتهاء الاشتباكات حفاظا على أرواحهم. وأشار الجيش السوداني إلى أنه لاحظ لجوء الدعم السريع لاستخدام الدراجات البخارية بطريقة مكثفة في تحركاتهم، وأضاف أنهم يرتدون أزياء مدنية مما يجعلها أهدافا مشروعة للتعامل معها بواسطة قوات الجيش. حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الدول التي لها نفوذ في أفريقيا على المساعدة في إنهاء الاشتباكات بالسودان. وقال المسؤول الأممي في جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إن على الدول ذات النفوذ في المنطقة التشجيع بكل الوسائل الممكنة على حل هذه الأزمة، كما أدان تورك العنف المتزايد في السودان. أعلن البيت الأبيض أن المباحثات التي كانت مقررة الجمعة بين الرئيس جو بايدن وخصومه الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين الأمريكي أرجئت حتى مطلع الأسبوع القادم. وأوضح مصدر مطلع على المباحثات أن هذا الإرجاء هو خطوة إيجابية، إذ إنه يؤشر إلى تحقيق تقدم بين فريقي الطرفين، وبناء عليه لم يكن الجمعة موعدا مناسبا لعقد اجتماع على مستوى الرئيس وزعماء الجمهوريين في الكونغرس. قال صندوق النقد الدولي أن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة الناجم عن الإخفاق في رفع سقف ديونها سيكون له تداعيات خطيرة للغاية على الاقتصاد الأمريكي وكذلك الاقتصاد العالمي، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض المحتملة. وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد أنه يتعين على السلطات الأمريكية توخي الحذر بشأن نقاط الضعف الجديدة في القطاع المصرفي الأمريكي، بما في ذلك البنوك الإقليمية والتي يمكن أن تظهر في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة.
دعت وزيرة الخزانة الأمريكية الكونغرس للموافقة على رفع سقف الديون، محذرة من أن التخلف الأمريكي قد ينتج عنه كارثة اقتصادية ومالية. وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية أن التخلف عن سداد الديون قد يهدد تعافي الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى هبوط عالمي لها. ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2021، وهو ما يشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تؤثر على سوق العمل. وقالت وزارة العمل إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة لأول مرة زادت بنسبة 22 ألف طلب إلى 264 ألفا في الأسبوع المنتهي في 6 مايو، وهو أعلى قراءة منذ أكتوبر 2021. ومن المتوقع تسجيل زيادة كبيرة في عدد الطلبات خلال النصف الثاني من العام مع اتساع نطاق الآثار التراقمية لإجراءات رفع الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي للتحول على الاقتصاد. التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان بكبير مسؤول الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي في فيينا هذا الأسبوع، وفق ما أعلن البيت الأبيض. وحسب ما أوضح البيت الأبيض، فإن الجانبين عقدا محادثات صريحة وجوهرية وبناءة بشأن قضايا أساسية شملت الحرب في أوكرانيا والمسائل عبر المضيق، في إشارة إلى تايوان. أفادت القوات البحرية الكورية الجنوبية بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجرتا الشهر الماضي تدريبات دورية في البحر الأصفر على العمليات البحرية الخاصة المضادة لتعزيز الموقف الدفاعي للحلفاء. من جانبها، أشارت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى أن التدريبات جرت في الفترة من 24 إلى 27 من إبريل، وتضمنت تدريبات قتالية ضد الغواصات وضد الوحدات على السطح وتمارين للدفاع الجوي وغيرها من التدريبات. أعلنت الحكومة البريطانية عزمها على إرسال صواريخ من طراز ستورم شادو إلى أوكرانيا لتصبح أول دولة تقوم بتزويد كييف أسلحة بعيدة المدى. وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إنه يؤكد أن المملكة المتحدة تقدم صواريخ ستورم شادو إلى أوكرانيا، ما يمنحها أفضل فرصة للدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.
نددت جنوب أفريقيا بتصريحات أدلى بها السفير الأمريكي في بريتوريا، حيث اتهم البلاد بتزويد روسيا سرا بالأسلحة رغم اتخاذها موقفا محايدا علنا من الأزمة الأوكرانية. وقال الناطق باسم الرئيس سيريل رامافوزا إن تصريحات السفير الأمريكي تقوض روح التعاون والشراكة بين البلدين، مضيفا أن تبني السفير موقفا علنيا يأتي بنتائج عكسية يعد أمرا مخيبا للأمال. ناقشت أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة مقترحات لتمديد الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وقالت الأمم المتحدة إن الاجتماع ناقش المقترحات الأخيرة التي قدمتها المنظمة، وهي استئناف تشغيل خط أنابيب توغلياتي أوداسا لنقل الأمونيا، وتمديد الاتفاق لفترة أطول، وإدخال تحسينات على مركز التنسيق المشترك من أجل استقرار العمليات والصادرات. يذكر أن موسكو تهدد بالانسحاب من الاتفاق بسبب العقبات التي تعرقل صادراتها من الحبوب والأسمدة. حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتساتاكيس من تجدد حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، وخلال مناظرة انتخابية بثتها شاشة التلفزيون قال ميتساتاكيس إن المطلوب من المواطنين اتخاذ قرار بشأن المضي قدما أو العودة إلى ماض نريد نسيانه، في إشارة إلى الصعوبات الاقتصادية التي تعرضت لها اليونان خلال السنوات 15 الماضية. ومن المقرر إجراء انتخاب برلماني في البلاد في 21 من مايو الجاري، حيث يتصدر حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ بزعامة ميتساتاكيس استطلاعات الرأي. دعا اتحاد النقل الألماني إلى جولة جديدة من الإضرابات اعتبارا من الأحد القادم للمطالبة بأجور أعلى لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة. الإضراب هو الأحدث في سلسلة الإضرابات المتواصلة، حيث أضرب العاملون في مختلف القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية ورعاية الأطفال والنقل للمطالبة بتحسين مستوى المعيشة. أزمة جديدة يشهدها قطاع النقل في ألمانيا بعد دعوة اتحاد السكك الحديدية لإضراب جديد لمدة 50 ساعة، يبدأ الأحد المقبل وينتهي الثلاثاء. الدعوة الجديدة تأتي رغم استمرار المحادثات مع شركة القطارات الألمانية دويتشه بان و50 شركة غيرها في قطاع السكك الحديدية بشأن زيادة الأجور دون إحراز تقدم. وبينما قال اتحاد السكك الحديدية إن الإضراب الجديد لا يمكن تجنبه بسبب البطء الشديد في تقدم المحادثات، فإن شركة دويتشه بان عبرت عن استيائها من تلك الخطوة وصفة إياها بأنها غير متناسبة، مؤكدة أنها حاولت تلبية بعض مطالب الاتحاد كما أنها رفعت الأجور المقترحة. يأتي هذا بعد إضراب العاملين في السكك الحديدية على مستوى البلاد في إبريل، والذي تسبب في شل حركة القطارات، كما أنه تزامن مع إضرابات في مطارات ألمانية أدت إلى اضطرابات في حركة النقل. ويسعى اتحاد العمال الذي يتفاوض نيابة عن 230 ألف موظف من بينهم 180 ألفا يعملون في دويتشه بان إلى رفع الأجور 12% أو زيادتها 650 يورو على الأقل شهريا. واقترحت شركة القطارات الألمانية زيادة 10% للعاملين من ذوي الأجور المنخفضة والمتوسطة و8% لأصحاب الأجور المرتفعة مع تطبيق هذه الزيادات على مراحل. أبطلت المحكمة العليا في باكستان توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الذي أدى إلى احتجاجات عنيفة في سائر أنحاء البلاد. وقال رئيس المحكمة العليا الذي نظر في استئناف قدمه محام خان إن توقيف رئيس الوزراء السابق في قضية فساد هو إجراء باطل، وإن العملية برمتها تحتاج إلى إعادة نظر.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً بإعفاء بعض الواردات بالمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر، وتتمثل تلك الواردات في الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدل التداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة. ووفقا للقرار لا يشمل هذا الإعفاء أصناف اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المركبة أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها. أعرب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه بالاستثمارات التي يضخها القطاع الخاص في قطاعات الاقتصاد الوطني من أجل إحداث التنمية الشاملة المطلوبة في إطار توجه الدولة لدعم القطاع الخاص والتنسيق مع المستثمرين الجادين، وخلال متابعته لتنفيذ مشروع ضخم في مجال البتروكيماويات يتم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. أكد مدبولي أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم والمساندة اللازمة للمشروع بكافة المراحل، سواء فيما يتعلق بإصدار الرخصة الذهبية أو بشأن تيسير الإجراءات والخطوات اللازمة للإسراع بتنفيذه، مشددا على ضرورة التأكد من توافر التمويل اللازم لهذا المشروع الضخم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقدير وزارة المالية متوسط سعر الدولار ب 35 جنيها في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم. وأشار المركز إلى أن وزارة المالية تعتمد دائما في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على استخدام متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام، وهو ما تم بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة للعام المالي القادم، موضحا أن الوزارة تستخدم سعر صرف الجنيه أمام الدولار لتقدير الاحتياجات التمويلية من العملة الأجنبية اللازمة لتدبير متطلبات دعم الوقود والسلع وخدمة الدين الخارجي وشراء السلع والخدمات وتقدير الاستثمارات وغيرها. قالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع بالولايات المتحدة إن 113 بنكا من أكبر البنوك ستتحمل عبء تعويض مبلغ 16 مليار دولار تكبده صندوق رئيسي للتأمين على الودائع لمواجهة الانهيارات المصرفية في الآونة الأخيرة. واقترحت المؤسسة خلال اجتماع أن تطبق الجهة المنظمة للقطاع المصرفي رسوم تقييم خاص نسبتها 125% على الودائع المصرفية غير المؤمن عليها التي تتجاوز 5 مليارات دولار، وذلك بناء على حجم تلك الودائع لدى بنك في نهاية 2022. رياضيا، يواجه النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في 10 من مساء اليوم على ملعب رادس، ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في تونس من أجل العودة للقاهرة بنتيجة تساعده على التأهل للمباراة النهائية. يضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدفا وحيد في مباراته أمام الترجي التونسي في رادس، وهو العودة بنتيجة إيجابية أمام بطل تونس لتسهيل مهمته في مباراة الإياب بالدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. ويتطلع النادي الأهلي لتحقيق الفوز في تونس من أجل العودة للقاهرة بنتيجة تساعده على التأهل للمباراة النهائية ومواجهة الصاعدة من الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقيا. ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي مساء الجمعة في مباراة الذهاب قبل أن يعود ويلتقيه الجمعة 19 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولية. خوض المباريات على استاد رادس ليس بجديد على الأهلي، حيث سبق وأن خاض 11 مواجهة سابقة بوقع 9 أمام الترجي ولقاء وحيد أمام كل من الصفاقسي والإفريقي. وكانت الزيارة الأولى عندما التقى مع الصفاقسي بإياب نهائي دوري الأبطال نسخة 2006،
ونجح الأهلي وسط ما يقارب من 60,000 متفرج في خطف اللقب بعد أن فاز بهدف دون رد، مستفيدا من التعادل بهدف لمثله في لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة. ويتفوق الأهلي على الترجي التونسي في تاريخ المواجهات التاريخية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. نتابع المزيد في العرض التالي. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. والآن نقدم لحضراتكم بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة. وقبل الختام مشاهدي الكرام، إليكم تذكيرا بأهم العناوين. الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام التي تتوفر في مصر على الوجه الأمثل. شكري يجدد إدانة مصر للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ويؤكد أنها تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. صندوق النقد الدولي يحذر من تداعيات اقتصادية عالمية حال إخفاق الولايات المتحدة في سداد ديونها. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكي آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة. قدمنا لحضراتكم هذه النشرة زميل محمد المهدي وأنا جاكين ماهر. إلى اللقاء بإذن الله.